استمتعت استمتاع كبير جدا، جمهور متفاعل جدا، حاضر سواء الكبار او جيل الوسط او الاطفال. فالكل كان متواجد في جلسة احمد مراد وكريم عبد العزيز اللي كانوا متشابهين كثير بطريقة الحوار وحتى التفكير، خاصة وانه بتجمعهم صداقة وايضا اعمال كثيرة، من بينهم فيلم الفيل الازرق اللي الكل كان بيسأل متى هنشوف الجزء الثالث منه. احنا حاليا دلوقتي في مرحلة التحضير للفكرة نفسها، يعني لعبة النهاردة الانتاجيات بالصناعة بتفرغ النجوم بنص جديد مغاير للأول والتاني عشان يقدر يعمل استمرارية في زمن تغير، في أجيال اتحركت فلازم نفكر الدماغ أصبحت عاملة زي دلوقتي. لكن لوقت ما هالعمل يتم كريم هيطل على جمهوره بفيلم بيحمل اسم بيت الروبي، والكل متوقع انه هيكون مختلف كونه بيجمع بمنة شلبي وكريم محمود عبد العزيز اللي تقال بالأخبار انه هيلعب دور شقيقه. بحضر فيلم لايت كوميدي مع الدكتور بيتر ميمي، ننزل بعيد كبير، ويبدو انه مفاجآت كريم عبد العزيز ما هتتوقف على كذا، فنقدر نقول انه مسرح موسم الرياض هالسنة بيرجع نجوم التسعينات من جديد، فمن بعد محمد هنيدي، منى زكي، احمد السقا، كريم عبد العزيز ايضا هيرجع للمسرح من خلال الموسم. ان شاء الله انا بحضر مسرحيه جديده ان شاء الله تتعرض في موسم الرياض ان شاء الله يا رب. ويمكن هالاعمال تعوض الجمهور شوي عن غياب كريم عن موسم رمضان اللي الجمهور كان متحمس يرجع يشوفه ب 2023 من بعد الضجه اللي سواها بمسلسل الاختيار في رمضان الماضي. ومع إنه كل الأمور كانت ماشية تمام وكريم فعلاً أعلن عن دخول موسم رمضان 2023 بمسلسل الحشاشين، لكن وبشكل مفاجئ انتشرت أخبار بتأكد خروجه من الموسم. تكلفته جبارة جداً، عالية جداً، زائد تحضيره اللي أنت تقدر تنفذيه في الوقت القليل ده هيبقى صعب جداً على دكتور بيتر مين. وهالمسلسل بيكون ثاني عمل ضخم بتأجل لكريم بموسم رمضان من بعد مسلسل الزيبق اللي بعد نجاح جزءه الأول سنة 2017 الكل كان بنتظر الجزء الثاني منه، لكن هالشيء ما صار إلى الآن. فهذا اللي خلانا نسأل كريم إيش هيكون مصير مسلسل الحشاشين. ده عمل بيتعمل مرة واحدة في العمر يعني، فأجلناه لرمضان 24 إن شاء الله.